علشان لو جه ما يتفاجئش. هي صفحة وصلت مشاركين ل 140 ألف، عدد كبير منهم أطباء الحقيقة. الأطباء دخلوا أيضا يقدموا شكواهم من المستوى الطبي اللي موجود ومستوى الصحي اللي موجود في هذه المستشفيات، المستشفيات الحكومية، وعندهم أسباب وبيقولوا إحنا لدينا أسباب. القصة مش إن رئيس الوزراء طبقا لي كلامهم مش إن رئيس الوزراء يذهب لمعهد القلب أو معهد تيودور بالهرس، ولكن القصة تيودور بالهرس على فكرة يا جماعة تابعا لوزارة التعليم العالي مش لوزارة الصحة، ولكن القصة هي انه استمرار الفساد والإهدار المال العام داخل مستشفيات الحكومة، وعلى سبيل المثال القوافل الطبية، الفساد في توزيع الأطباء على المستشفيات عن طريق الواسطة والمحسوبية، نقص الإمكانيات وغياب الرقابة الصحية، ضم الحكومة أكثر من 4 مليون فلاح للتأمين الصحي دون إضافة مخصصات، ضم مواطني مثلا الأقصر وأسوان ومحافظات أخرى للعلاج بالتأمين الصحي عن طريق الكارت الذكي دون إضافة مخصصات مالية جديدة للتأمين الصحي بالوزارة، عدم التزام الحكومة بتخصيص الضرائب الزايدة على السجاير للقطاع الصحي، ويعني أمور كثيرة. وقال لك إنه الدستور أقر الميزانية لا تقل عن 9% من الموازنة، هنشوف بقى هيبقى إيه السنة اللي جاية. إذن الأطباء أيضا دخلوا بيؤيدوا هذه الصفحة وبيؤيدوا إنه فعلا الحال في مستشفيات وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية. قال لك طب انت زرت معهد القلب تعمل ايه بقى لو رحت ابو المطامير والوادي الجديد، وانا شفت مثلا مستشفى اسنا اللي هي لا مستشفى كل مستشفيات الصعيد، تعمل ايه في هذه المستشفيات؟ انا الحقيقة معايا اتصالات هاتفية كثيرة. احمد من البحر الاحمر، اتفضل يا احمد. خير استاذ لميس، مساء النور يا احمد، اهلا بيك. كل سنة طيبة ورمضان كريم. وانت طيب، الله اكرم يا رب. منوره شاشه العاده. باختصار يا مدام لميس، المشكله اكبر من ان احنا نختصرها ونختزلها في قطه وكلب هنا الموضوع اكبر من كده. في اقتراحات بسيطه واحده على السريع عشان عارف وقت البرنامج. ايوه. كل محافظه فيها 30 50 60 مستشفى حكومه، هي يعني بين قوسين كده مستشفى، ولكن هي ليست مستشفى على الاطلاق. ممكن لا نخصص مبدئيا، نعمل موضوع مرحلي ان كل محافظه نعالج مشاكل خمس او ست مستشفيات يكونوا على مستوى متوسط مش مستوى فاخر، حاجه تليق بابناء المحافظه، ومرحله بعد مرحله بنخلص كل محافظه وبناخد المحافظه اللي بعديها. عشان الميزانيه وعشان امكانيات الدوله وعشان 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 نبدا بس ناخد خطوه لقدام. مبدئيا طيب احمد، انا عايز اعرف احوال المستشفيات عندكم ايه في البحر الاحمر؟ مبدئيا ما ينفعش نسميها مستشفيات. يعني انا هحكي لحضرتك موقف سريع جدا. من حوالي اسبوعين كان في حاله وفاه، رحنا المستشفى، كانت حادثه عربيه، اهل المتوفي، المهم ما فيش امكانيات، ما فيش ستاف، الستاف كله بره، كل الدكاتره بتدور على عياداتها بره، كله بيدور على جيبه، ما فيش حد بيدور على المواطن الغلبان اللي معهوش ثمن الروشته، ما فيش حد بيدور على الناس. انا شفت ناس ابنها مهندس عنده اقل من 30 سنه متوفي بيتعاملوا معامله كانهم جايين ضيوف من ناميبيا مثلا. لا شكرا شكرا يا احمد. ده البحر الاحمر. غاده اتفضلي يا غاده. غاده من اسيوط، اتفضلي يا غاده. غاده الو، اتفضلي يا غاده، اتفضلي. انا مساء الخير من ظل مساء النور، اهلا بيكي يا مدام لميس. انا بتكلم على طبعا الغش اللي موجود في ثانويه عامه عن طريق الفيس، لسه موجود لغايه دلوقتي، لسه كانت في الغش. دي قصه ثانيه خالص. الغش في الثانويه العامه. طب سريعا قولي لي الوضع، اتفضلي. هو لسه يعني مثلا بكره عندهم امتحان انجليزي، اللغه الانجليزيه للنظام الحديث، ونزلت النهارده على الصفحه ان هو الامتحان موجود ومتسرب. فازاي يتم تسجيل هذا الامتحان؟ انتوا شفتوه يعني؟ موجوده في الفيس كان ده. طيب الغش لسه موجود والامتحانات بتتسرب، ده غاده من اسيوط. طيب نرجع تاني للمستشفيات. مين؟ حسن من الغربيه، اتفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك ولا لميس؟ اتفضل يا فندم. والله انا شكوتي حضرتك والوضع اللي انت شفتيه حضرتك في الفيديو دوت. حضرتك المستشفى المفروض هي مستشفى استثماري بفلوس وبتاع. دي مستشفى المستشفى ايه يا حسن؟ اللي انا مستشفى ايه يا حسن؟ المستشفى اللي هي الطب النفسي اللي هي عندنا في طنطا. ده الفيديو اللي احنا بنعرضه يا جماعه؟ مستشفى الطب النفسي في طنطا اللي فيه القطط ده. اتفضل. حضرتك انا والدتي كان عندها جلطه، يعني عشان حضرتك ادخلها طلبوا مني فلوس الاول ان انا عشان يقبلوها، طبعا اشترفت في الفلوس ودخلتها 5000 جنيه خدوهم مني عشان يقبلوا الحاله بس لان كانت جلطه وبتاع. قمه الاهمال في المستشفى، والسيد الدكتور اللي هو رئيس مدير المستشفى اللي هو الدكتور حسن
حسن نصار ده حضرتك عامل ايه نظام تجاره؟ اللي بيدفع بيخش، اللي ما بيدفعش ما بيخشش، قمه الاهمال، قطط حضرتك سجن جت على الارض، الدنيا اهمال اهمال جامد جامد جامد. مستشفى بيربطوها رابطه في السرير حضرتك، انا جيت في مره لقيت والدتي مربوطه في السرير، ايديها الدم عقد فيها من حضرتك ما ربطنا، قال عشان ما تشدش الجهاز ومش ما تشدش، قمه الاهمال. ومش عايز اقول لحضرتك ده القطه دي يعني حاجه، قالوا لي عايز جهاز تنفس صناعي خلينا عشان انقلها من المستشفى، طلبوا مني ان هم ياخدوا مني فلوس زياده تحت الحساب عشان عم صفي حسابي. طب حضرتك ازاي اديهم فلوس وانا رايح اودي والدتي في مستشفى؟ هنحاول هنحاول ادفع فلوس تاني، ياخدوا مني فلوس تحت الحساب الحكومه اللي بتاخده بترجعه تاني. طيب يا حسن توفت يعني الحاله توفت وبيطلبوني بفلوس، لا اله الا الله، البقاء لله. وحضرتك وبيطلبوني تاني بفلوس، حالة توفد وبيطلبوك بفلوس، الحالة يعني بقى لله حسن في والدتك. والفيديو ده طبعا فيديو مؤلم طبعا، كلام ده كلام حسن عن الدكتور رئيس المستشفى، مستشفى الطب النفسي في طنطا. هنحاول نجيب رئيس جامعة طنطا، الكلام على عهدته ودي روايته. لكن طبعا المشهد اللي احنا شايفينه ده، القطط اللي بتتمشى في المستشفى مش معقولة يا جماعة، دول غالبا عاملين لها كمان مية عشان تشرب، يعني احنا بنراعي القطط كمان جوه المستشفى. دكتورة نجوى من القاهرة اتفضلي يا دكتورة. ايوه ازي حضرتك يا استاذه، اهلا بيكي اتفضلي يا فندم. بعد اذن حضرتك، انا مش مشكلتي فرديه لا انا ولا اختي، انا طبعا بموت الحمد لله رب العالمين على كل شيء، انا راضي بقضاء الله. واختي توفت من ثلاث اسابيع من نفس الدكتور عصام عبد الجليل حسب الله ونعم الوكيل فيه في مستشفى احمد منير التعليمي. احنا بس عايزين يعني الدكاتره اسامي الاطباء بس عشان اسامي الاطباء. أيوة لانه معلش، ما هي انا شكوتي للرئيس على فكره دلوقتي، لان احنا رحنا مجلس الوزراء ما حدش عمل لنا حاجه، عملنا لسه في الاربع اللي فات وقف احتجاجيه قدام مجلس الوزراء وقدام وزاره الصحه وقدام نقابه الاطباء، وقدمنا شكاوي جماعيه. الدكتور لسه لغايه دلوقتي في اكثر من 2000 حاله متوفيه من نفس الدكتور والدكتور. لا لا يعني معلش معلش يا دكتوره نجوى، معلش عشان انا لازم اتحفظ على اسامي الاطباء، يعني ما اقدرش ان انا القي بالتهم جزافا كده. حضرتك عندك مشكله مع كانت في مستشفى ايه؟ طيب الحاله مستشفى احمد ماهر التعليمي. احمد ماهر التعليمي. طيب شكرا يا دكتور، انا بس لازم اتحفظ، ارجو ان كل المشاهدين ما يعني ما ينفعش اقول اصل الدكتور عمل كذا موت كذا حاله، ما فيش حاجه كده. فارجو بس ان احنا النيابه اللي تقول الكلام ده ونقابه الاطباء تقول الكلام ده، فارجو بس انه يعني نكون بس بحرص اطبائنا بخير، اطبائنا محترمين، ممكن يكون ما عندهمش ادوات، ممكن بعضهم يخطئ، لكن لا يمكن كده القاء التهم جزافا على الاطباء المصريين، يعني صعب شويه. مين معانا؟ منى من الشرقية. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا منى. دلوقتي انا دكتورة في محافظة الشرقية. اتفضلي. دلوقتي الناس كلها بتهاجم الاطباء. ايوه. نيجي احنا دلوقتي على الصفحة اللي اتعملت دي عشان خاطر اتعملت عشان سيادة رئيس الوزراء ما يتفاجئش. رئيس الوزراء هل لو تعب هيرضى ان هو ينزل يتعالج في مستشفى حكومي؟ اظن لا. ليه؟ لانه عارف اللي فيها وعارف اللي موجود وعارف ايه مشاكلكم بقى يا دكتوره، قولي لي ايه مشاكلكم؟ احنا عايزين وزاره الصحه، لما كنا بنعمل اضراب يا مدام لميس الناس كلها كانت بتتهمنا ان احنا بنعمل اضراب عشان مصالح شخصيه، لا احنا كنا بنطالب بزياده ميزانيه وزاره الصحه عشان نقص الامكانيات اللي موجوده، احنا بيصعب علينا لما نقول للناس روحوا هاتوا وروحوا هاتوا، في اجهزه في مستشفيات يا مدام لميس موجوده نتيجه تبرعات الاطباء. دي مش مشكلتنا، اعملوا تقييم كل شهرين ثلاثة، انزلوا شوفوا المستشفيات والمهمل من الأطباء شيلوه وجازوه. صح. ومدير المستشفى يتجاز، احنا ما بنقولش المهمل ما ياخدش جزائه، لا جازوهم، بس مش كل في حملة ممنهجة على الأطباء ان احنا واحنا واحنا، لا يا استاذه منير احنا بنشتغل باقل الامكانيات. ده حقيقي، ده حقيقي، انتوا بتشتغلوا بامكانيات قليله جدا ويا ريت يعني في مقابل. والبعض طبعا البعض ما عندوش ضمير زي اي مهنه بصراحه، لكن لكن هذا لا يعني انه اجمالا على لا ما نقدرش نقول كده طبعا. بالظبط، احنا يعني في كل مهنه في الكويس وفي الوحش. صح، ده حقيقي. فاحنا كمان يعني احنا بنشتغل باقل الامكانيات والناس كمان مش رحمانه، يعني انا ابقى اشتغل ازاي في جو نفسي لما ابقى اتهام من المرضى واتهام من الاعلام واتهام من كل الناس ومطلوب مني اعالج بكل يعني بكل ضمير وابتسم في وش الناس، يعني انا برضو بني ادم. احنا دلوقتي يا مدام نميس الطبيب بيتخرج من هنا بيبقى عايز اي فرصه سفر عشان نعرف نعيش وعشان يبقى لينا كرامه ويعرف ان هو يشتغل في امكانيات يقدر ان هو يثبت برضه نفسه. ما احنا برضه دول الغلابه دي اهالينا، احنا ما نرضاش ان احنا نخليهم هم مش معاهم برضه يجيبوا امكانيات، احنا بيصعب علينا الناس دي.
بشكرك يا دكتورة منى من الشرقية. عمار من دمياط، اتفضل يا عمار. أستاذ لميس مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك، اتفضل. أستاذ لميس أنا بكلمك ما بكلمكش باسمي، بكلمك باسم كل شباب دمياط، ده رأي شباب دمياط اللي قالوا لك عن الصحة في دمياط. اتفضل. للأسف الشديد يا أستاذ لميس مسك مديرية الصحة في دمياط ابن من أبناء دمياط الدكتور أحمد العطار لمدة 3 شهور. كان الثلاث شهور ناجحة جدا 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 في دمياط في مجال الصحة. فوجئنا بقرار السيد الوزير عادل العدوي بشيل الدكتور احمد ورجوعه لمنصبه كوكيل مديريه، وجاب لنا قياده الدكتور جمال عبد الناصر، ده جالنا من بورسعيد، البورسعيديه قالوا مش عاوزين الدكتور جمال. طب احنا ذنبنا ايه في دمياط اللي انت تشيل ابن دمياط اللي نجح في مكانه وكان بدا يحل المشاكل يا استاذ الامين؟ للاسف الشديد مش عارفين نتعامل مع الدكتور جمال، بيعاملنا باسلوب وحش جدا. المحافظ الدكتور اسماعيل محافظ دمياط هو الوحيد اللي بيحاول يحل المشاكل بنفسه وبيعاملنا باسلوب محترم. الدكتور جمال اي حد بيكلمه في التليفون بيتمسخر عليه. طيب عشان بس عشان بس عشان بس ده يعني وجهه نظر انا برضو يجب ان اتحفظ عليها. نرجو من الساده في وزاره الصحه مراعاه الامور دي ويسمعوا هذه الشكاوى للناس علشان بس نتحقق من هذه الشكاوى، وعشان واضح انه في مشكله في ده فين وده فين، فنرجو انه بس نتحقق من هذه الشكاوى. شكرا يا عمار. انجي من اسكندريه، اتفضلي يا انجي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا فندم. يا فندم بتصل بحضرتك بخصوص مشكله مدرسه اسكندريه للغات. احنا دخلنا في المدارس. طيب يعني اتفضلي. طيب انا مش هقدر اقفل، اتفضلي. يا فندم المشكله دلوقتي تخص اكتر من 600 طالب، مش هقول 600 طالب، 600 اسره. ازاي يا فندم يطلع قرار مفاجئ من الوزاره بعدم قبول دفعه الاطفال اللي محولين او اللي طالعين من مرحله البلاي سكول لمرحله الكي جي؟ طبعا ما ينفعش الوزير يجي يقول لنا مفيش حاجه اسمها مرحله بلاي. يعني ايه مفيش حاجه اسمها مرحله بلاي؟ هل الوزير مش عارف ان في حاجه اسمها بلاي؟ هل البلاي طب لا انا مش فاهمه القصه، انا مش فاهمه الموضوع يا انجي، انا مش فاهمه الموضوع خالص، مش فاهمه اللي حضرتك بتقوليه. الموضوع حضرتك يا فندم ان في خلافات بين الشركاء اصحاب مدرسه اسكندريه للغات. طبعا مدرسه اسكندريه للغات دي مش مدرسه قليله، دي مدرسه كبيره وعريقه وحضرتك تقدري تبعتي فحصل ايه من عندك يشوف مدرسه اسكندريه للغات. فحصل ايه اللي حصل؟ انه ناتج الخلافات دي صدر قرار من الوزير بعدم قبول الاطفال اللي طالعين من مرحله البلاي سكول لمرحله الكي جي 1. القرار ده يا فندم صدر يوم 28/5. طبعا حضرتك تعلمي ان 28/5 متاخر قوي على التقديم، على المستوى قفلت المدارس كلها قفلت، وبالتالي انتم مش عارفين تقدموا للولاد فين، وبالتالي احنا مش عارفين. معلش بس عشان في نقطه مهمه، انا مش بتكلم على الطلبه بس اللي مطلعين من البلاي للكيزي، انا كمان بتكلم على الطلبه اللي اتقبلوا السنه دي في البلاي. طب دول هيروحوا فين؟ دول ودول. السيد بقى محافظ اسكندريه اتقفل على كله. طيب الموضوع اتقفل على كله. يعني انا دلوقتي عشان اقدم لابني في مدرسه بنفس مدرسه بنفس مستوى مدرسه اي ال اس مش حدش هيقبلني خلاص. طيب. يعني هم قبلوا يعني وقبل. نتمنى انه ده الشكوى دي توصل لسيد وزير التعليم. مع العلم يا فندم الشكوى عند وزير التربيه والتعليم واحنا كلمناه شخصيا، ويعني انا مش عارفه اقول ايه. بيقول لك روحوا المدارس اللي في نفس الحي. هو عموما حضرتك يا استاذه لميس ام وعندك ابناء طبعا وعلى عشان حضرتك مدرس دخل اولادك في حي معين طبعا المدارس اللي حوالين الحي في نفس المستوى. صح صح. شكرا يا انجي. يعني اتمنى انه السيد وزير التعليم الحقيقه الحالات اللي احنا لما كان ضيفنا والحالات اللي كنا اللي كان قال ان هو هيتم حلها ما حلهاش، فاتمنى انه بس يعني بعض المراعاه من الساده في وزاره التعليم ويسمعوا هذه الشكوى. لكن كل الحالات اللي احنا يعني ما عدا زياره مدرسه اعتقد كانت فين يا جماعه في كرداسه والمدرسه رجع حالها زي ما هي، كل الحالات اللي السيد وزير التعليم قال هيحلها ما حلهاش. وهذه الحالة أيضا. نيفين من القاهرة، تفضلي يا نيفين. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. اسمي نيفين وعندي 50 سنة. أهلا بك. معلش أول مرة أكلم برنامج. تفضلي يا فندم. الحقيقة تفضلي. لفت نظري إن في واحدة كلمت حضرتك بتتكلم عن دور سبب موت أختها. وأنا تحفظت طبعا على هذا الكلام، تفضلي. بالظبط، وأنا حاسة بسلبية فظيعة لأنها من أول ضحايا الدكتور ده. أنا الدكتور ده سنة 2004 عمل لي عملية غلط، خرم لي المريء وموت حد تاني في نفس اليوم. خبر ابيض. خرم لي المريء بس انا كنت محظوظه اني بشتغل في مكان مرموق وسافروني فرنسا وعشت. فلما سمعتها بتتكلم وبتقول اسم نفس الدكتور بصراحه حسيت انا قد ايه سلبيه ان انا سكت وما قدمتش فيه بلاغ من ساعتها. وبطلب من حضرتك بقى انك انت تتبني الموضوع وانا كمان هحاول اوصل الموضوع لوزير الصحه. بس مستشفى ايه يا نيفين؟
انا كنت من الناس بقى اللي في المستشفيات الشيك بقى اللي هي محصله مستشفى احمد ماهر يعني. اسم المستشفى كان مستشفى الجولف التخصص. وده حضرتك من 2004 وانا عماله اس يعني. ووقتها حد تاني مات معايا لحد دلوقتي لسه بيموت وسايبينه. طيب يعني هذه شكوى على عهدة أصحابها نتقدم بها لوزارة الصحة في التحقيق مع هذا الطبيب اللي يعني كان على عهدة أصحابهم بيقولوا أنه يعني تسبب في أخطاء كثيرة جدا. أرجو أنه يعني مراعاة هذه الشكاوى بالنسبة للناس، والناس أعتقد لازم ممكن تقدم بقى بلاغات في النيابة لو هي شايفة أنه فعلا يعني أفضى إلى موت، يعني وصل الأخطاء تؤدي الى وفاه. طيب مين معانا؟ عاطف من القاهره، اتفضل يا عاطف. ايوه اي اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ انا بشكرك على الصراحه بتاعت حضرتك في البرنامج. شكرا. الجميل بتاعك. شكرا. انا اسمي عاطف كرمي، اخويا اسمه ايهاب كرمي. ده حضرتك توفى في شهر 10 اللي فات دوت في مستشفى مرغوس، كان رايح يعمل حصوة على الكلى. الحصوه بتاعته كانت كبيره شويه والدكتور استشاره قال له ينفع اعمل الحصوه دي؟ قال له لا، اعمل البحر يعني البحر طحينه. وقال له انا اقدر اعمل لك الحصوه ديت وما تقلقش، عندنا مستشفى جامده جدا. وقعد يحكي له حاجات كتير قوي. هو قال انا هعمل الحصوه دي العمليه واروح في نفس اليوم وبلاش اشغل اهلي. حضرتك دخل العمليه 11 ساعه في العمليه، 11 ساعه والحصوه كانت كبيره شويه. بعد كارثه الموت حضرتك، في ممرضات جوه المستشفى قالوا لنا انه الدكتور لم الجرح جوه العمليه، لمها بشكل يعني عشوائي لانه ما عرفش يلمها. الحصوه كبيره فما عرفش يعني ما عرفش يلمها. فتخيلي حضرتك غالبا نزف من جوه، قعد 11 يوم في المستشفى. جبنا دكاتره على حسابنا من بره عشان يشوفوا اخويا فيها ايه، اخويا فيه ايه. الجنب بتاعه اليمين كله غالبا اتشل، لغايه ما في الاخر جات له جلطه في الرئه. لا اله الا الله. فانا بقى ناشف حضرتك الناس اللي رحت عملت بلاغ في الاسم. وعارفه حضرتك انا ما استمرتش ليه؟ لان قالوا لي النيابه هتنتدب دكتور، والدكتور دوت مش هيشهد على دكتور غيره، فيعني معلش يعني مش ولا تاخد تعويض ولا تاخد حاجه، وهتخش في مشاكل واخوك هيتشرح، وبلاش تعمل حاجه زي كده. فتراجعت بصراحه يعني. انا كنت يعني بس نعم. لانه احنا كنا في محنه كبيره طبعا، وما كناش قادرين. اخويا معاه بنتين صغيرين. طيب مش قادر اقول لك يعني مدى الالم اللي احنا فيه لغايه دلوقتي. انا ممكن اتخيل. الدكاتره هناك حضرتك في منتهى البلطجه. مستشفى ايه؟ مستشفى ايه يا استاذ عاطف؟ مستشفى ايه؟ مستشفى ماري مرقص في شبرا. ماري مرقص في شبرا. ايوه في محطه اسمها ابو وفيا. انا في حياتك ومش عارفه. بصي حضرتك احنا عندنا محبه واحنا بنحب الناس دي مش بنكرهها، بس حرام كل الوقت اللي جاي يفضل يموتوا في ناس، يموتوا في ناس بسبب الاهمال. احنا حضرتك كنا بنقترح جوه المستشفى، كنا بنقترح الادويه، فتستشير الدكتور تقول له بيقول عايزين يديله دواء كذا، يقول اه خلاص اديله كذا، لان هم كانوا عارفين ان حالته ميؤوس منها وهيموت. لا اله الا الله. لانه عنده نزيف داخلي وحصل له حاجات في جسمه، جسمه كله نص توقف. فتخيلي وسابونا. بقى في حياتك يا استاذ عاطف. على اهتمامك بالموضوع ده. على الله الاهتمام. انا متاثر جدا. لا طبعا، لا انا طبعا قلبي معاك وحاسه بمشاعرك. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، يعني أنا ما عنديش كلام يا دكتور، حضرتك ممكن ترد. يعني الأطباء بيقولوا إنه بالفعل ما عندهمش إمكانيات، ما فيش ميزانيات، مش عارفين نشتغل، حملة ممنهجة، رئيس الوزراء بيروح المكان. ويعني أنا سمعت مثلا من تيودور بالهارس إن هو زار المكان اللي هو لسه بيبقى تحت الإنشاء أو تحت الترميم، ما زارش مثلا غرف العمليات. يعني كلام كله يعني متضارب. نفس الأطباء كمان منزعجين من كل ده وبيقولوا آدي شكل المستشفيات الحكومة. ترد تقول إيه يا دكتور؟ يعني خلينا هيك نحط الامور في نصابها الكامل، بعيدا عن الامتياز لاي طرف على طرف اخر. يعني
لا شك حضرتك ان وجود مشاركات مجتمعيه عشان نضع المنظومه الصحيه المصريه في ضوء الاهتمام المجتمعي ده شيء جيد وكويس. بالنسبه للصفحات التي تنشر صور عن وجود خلل في الانشاءات والمنظومه الهندسيه، احنا في وزاره الصحه بنتابع جيدا ما ينشر فيها وبنتخذ اجراءات بعد التاكد من صحه. طيب يعني مثلا حضرتك انتوا بصيتوا على هذه الصفحه عشان نكون دقيقين، مش الصفحات هي صفحه واحده اللي هي لو عشان لو جه ما يتفاجئش، هل انتوا راجعتوا هذه الصفحه وشفتوا الصور اللي فيها وابتديتوا تعملوا اعاده بقى تبصوا؟ احنا بس انا عايز بس اكمل حضرتك بعد اذن حضرتك، يعني وانا مع حضرتك، انا اسف لو تديني بس دقيقه. اتفضل. احنا زي ما بقول لك كده، احنا بنتابع كل ما ينشر في الصفحه. اللي انا عايز اقوله ان اللي بينشر ده على عهده ناشره، الصفحه لا تملك لا اليه التاكد لا من صحه الصور لا من حيث المحتوى ولا من حيث زمن التصوير، فاحنا دورنا ان احنا نتاكد يا فندم من صحه الصور ومن زمن التصوير، دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه انه قصر الحمله على خلل في الانفاق على منظومه الصحه، الحقيقه ده تضغيط مخل للواقع، لان منظومه الصحه في نقص في الانفاق واحنا معترفين به لكنه بيتزايد سنويا، السنه دي كانت ميزانيه الصحه 45 مليار، السنه الجايه هتبقى ميزانيه الصحه 60 مليار، فالدوله بتسعى لتطبيق ما يوجد في الدستور اللي هو حد ادنى 3% من معدل الناتج القومي، ده حاصل فعليا، لكن ينبغي ايضا ان المخالفات دي تشمل المخالفات السلوكيه، الاهمال، عدم الانضباط، اللامبالاه، سوء معامله المريض، عشان يبقى نظرتنا للمنظومة الصحية نظرة شاملة. ثم انه لا شك ان السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة مسؤولين مسؤولية سياسية وأدبية عن إدارة منظومة الصحة، لكن ينبغي أيضا أن توجه الحملة أو توجه نفسنا كمان إلى المسؤول المباشر. يعني أنا النهاردة يا فندم لو زودت ميزانية الوحدة الصحية من 10 جنيه ل 15 جنيه، ده لن يمنع من وجود السلوكيات التي تؤدي إلى انتشار العدوى. في سلوكيات لا علاقة لها بالإنفاق. أنا هدي حقيقة إحنا النهاردة كنا موجودين في مستشفى كفر الدوار بنقوم بحملة في على قوة المستشفى 445 طبيب أو من أعضاء الفريق الصحي. أنا مش عايز أتكلم على أطباء، كلهم كانوا كلهم بيبقوا موجودين ولا أتكلم على الفريق الصحي. في 445 من العاملين بالفريق الصحي على قوة مستشفى كفر الدوار المركزي في البحيرة، اللي موجود في الاستقبال هو واحد من اعضاء الفريق الطبي. في عيادتين مقفولين والمرضى مستنيين لانه ما فيش حد موجود، فكما يوجد مطالبات بزياده الانفاق بيتوازى معاه وجود مطالبات. لا يا دكتور، معلش يا دكتور، ده دوركم بقى، ده دور دي مستشفيات حكومه. الانضباط يا دكتور وانضباط السلوكيات ده ما بيجيش كده بالضمير، معلش. صحيح يا فندم، انا ده بيجي بالقانون بالعقاب. معاكي تمام، وهو ما نقوم به الان. يعني ان انت تروح ما تلاقيش الدكاتره يتفصلوا خلاص. ده اللي احنا بنقوم به سواء في معهد القلب، ده اللي بنقوم به في دور بالهارت، ده اللي بنقوم به في كل المستشفيات. النهارده كان عندنا اربع محافظات بنكرر فيها تجربه معهد القلب، فاحنا بنتحرك على المستويين. انا عايز اقول لحضرتك بس صوره من الصور اللي اتنشرت واحنا تابعناها، اللي هي في منشاه مصطلة بتاعه التعابين، انه الصوره دي يا فندم بناء على التقرير الوارد من نفس المكان منشاه مصطلة الان، دي صدر قرار ليها بالازاله في شهر 4، والوحده اساسا انتقلت في شهر في 28/4 الى مركز الشباب ولم تعد تعمل اساسا. طيب يعني انا عندي اقتراح. اولا يا دكتور، ان انتوا تعملوا رد على كل الامور دي. احنا ليه ما بنعملش رد على كل الامور دي؟ يعني نيجي نمسك صوره صوره ونقول هذا صحيح ولا لا. بس طبعا الاكيد المؤكد انه منظر عدم النظافه، منظر القطط ده موجود. طيب الحمد لله، ده بنشوفه بعينينا. ده بقى لا له علاقه بزياده انفاق ولا له علاقه ده له علاقه بانك لازم تطبق القانون والاداره تطبق القانون والقواعد، وان الاداره تبقى صارمه. والاداره دي جايه منين؟ جايه من عندكم. وده اللي احنا بداناه فعليا في معهد القلب. والنهارده بقول لحضرتك احنا كنا في الشرقيه في مستشفى الاحرار، وكنا في كفر الدوار في البحيره، وكنا في المستشفى العام في بني سويف، وكنا في المستشفى المركزي في الاليوبيه.
فهذا ما بدأناه هو الإدارة الميدانية من المستشفيات. طيب أنا طبعا يعني معلش الصور دي حضراتكم تقدروا تقولوا هي دقيقة ولا مش دقيقة، بس يعني كثير منها دقيق لأنه ده المشهد اللي احنا بنشوفه. احنا روحنا صورنا في القصر العيني، وروحنا صورنا عند أبو الريش، وروحنا صورنا في عدد مستشفيات، طبعا باقي مستشفيات الحكومة بتمنعنا عشان المشهد يعني الرث ده، لكن كثير من هذه الصور دقيقة لأن ده المشهد بتاع الناس. احنا بيجي لنا فيديوهات من الناس يا دكتور. يعني يا فندم أنا 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 لم أشكك. لا حضرتك شككت من الأول. لا لا يا فندم، حضرتك قلت على عهدة ناشريها. أيوة، وبالتالي علينا أن نتحقق. أنا قلت بوضوح وما زلت بقول، أنا بقول إن هذه الصورة على عهدة ناشريها، هل معناه إنه على عهدة ناشريها إن هي كذب أو صدق؟ لا، أنا بقول إحنا لازم نتحقق. طيب، في منها ما هو صادق وفي منها ما هو يخالف الواقع. يبقى ما هو صادق هو ده اللي بنتعامل معاه مباشرة، ما هو صادق احنا نطلع ونقول ان الكلام ده ما حصلش. في كمان دعاوى بالاهدار المال العام في امور كثيره، يعني اهدار الفلوس في امور كثيره جدا. معظم الفلوس بتذهب لرواتب ناس ما بتشتغلش، يا ريتها بتروح لرواتب ناس بتشتغل، بتروح لرواتب زي ما حضرتك قلت بتروح وما تلاقوش الدكاتره. فده لازم له عقاب فوري، مش بقى نستنى ونحقق ونعمل، ناس على طول تتفصل. ما هو جزء من حل هذه المشكلة حضرتك هو قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن القانون القديم كان يكبل أيدينا. فمن 1/7 مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لا شك أن معايير الأداء هتختلف، الثواب والعقاب هيختلف، وده جزء من الإصلاح الإداري اللي الحكومة شغالة عليه. طب أرجو أن تبقى معي يا دكتور. أنا معي دكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم. المشهد اللي احنا شايفينه اللي نزل على الصور ده سببه ايه يا دكتور؟ هل قلة الانفاق؟ هل سلوك ادارة غير منضبطة؟ هل سلوك الاطباء؟ هل سلوك الناس؟ ولا كل ده؟ سبب المشهد اللي موجود ده هو فصام تام. احنا شفنا رئيس الوزراء بيقول ان هو اتفاجئ. حقيقة هو بعض الوزراء سوقوا وما زالوا يسوقون للشعب ان احنا مستشفياتنا افضل من مستشفيات انجلترا. و لا، ما حدش قال كده. مين اللي قال كده؟ يعني عمر ما حد قال. الناس عارفه مين اللي قال كده، وزير التعليم العالي. و بنقول ان الوضع الصحي عندنا في مصر ممتاز وكل حاجه تمام، وبعد كده نقول ان احنا اتفاجئنا. الكلام ده طبعا لان احنا بنصدق بعض يعني اللي بنقوله اللي بنسوقه من اشياء غير حقيقيه. انا نفسي الحل الموضوع ده على فكره مش ان احنا نقعد نتبادل الاتهامات. احنا كلنا بندفع الثمن، ثمن يعني اهمال سنوات طويله. احنا ما بنحملش حكومه معينه هذه المشكله، وانما هي مشكله مزمنه. الحل بقى، الحل يا دكتور في تقييمك. الحل انا بتوجه الى السيد رئيس الجمهوريه ان هو لازم بنفسه يهتم بموضوع اصلاح النظام الصحي، لان احنا عندنا بلد لو ما اهتمش رئيس الجمهوريه بموضوع احنا شفنا الطرق حصل فيها ايه، في الكهرباء، في قناه السويس الى اخره. نفسنا، وانا بتوجه له، انا عارف ان الموضوع صعب لكن انا عايز اسمع منه خطاب زي خطاب الكهرباء. احنا محتاجين 400 مليار في السنه عشان نعمل تامين صحي ل 90 مليون مواطن. ما ينفعش ان انا اضحك على الناس واقول لهم انا هضمكم للتامين الصحي وانا عندي التامين الصحي متهالك وميزانيه الفرد فيه 5 جنيه في الشهر اللي هو المفروض يكون 500 في الشهر المتوسط العالمي. يعني احنا محتاجين مصارحه. المشكله متعدده الاسباب، من اول التعليم الطبي الى التعليم التمريض الى الميزانيات الى الاداره الى تهالك ونقص في الاسره والرعايه المركزه المستهلكات. المشكله كبيره جدا جدا، وحان الوقت الحكومات المتعاقبه بتهرب من الامساك بكره مواجهه الصحه بالظبط. وكل واحد يعني يحاول ان هو يتخلص من نعم لانها نعم مشكله ثقيله جدا، لكن لابد من واجهتها ووضع جدول زمني ونبتدي النهارده، مش لازم نخلصها النهارده لكن لازم نبتدي النهارده. نعم، بشكرك دكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء. طب أنا معايا ياسر من القاهرة، اتفضل ياسر. ياسر، طيب معيش ياسر، معايا الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد طب طنطا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. كنا عرضنا فيديو وشكوى لمواطن من مستشفى الطب النفسي بطنطا، هل لديكم رد؟ هو الحقيقه انا الفيديو انا نفسي ما شفتوش. انا الفيديو على الشاشه دلوقتي لو حضرتك قدامك. أيوة تلفزيون. هو الحقيقه انا مش يعني مش طيب اتفضل. هو فيديو عن اهمال وقطط جوه مستشفى الطب النفسي في العنايه المركزه، او ما قال المشاهد ان هو العنايه المركزه لطب الطب النفسي بطنطا. تمام.
اللي انا يعني اقدر اقول لحضرتك ان مستشفى الطب النفسي في جامعه طنطا ده مركز متميز من المراكز اللي موجوده في كليه طب طنطا. الحاجه اللي حضرتك تحكيها بالنسبه لي ديت حاجه بالنسبه لي تستحق التحقيق وهيتاخد فيها اجراءات فوريه طبعا. اللي بطلب من الاستاذ اللي عرض الحكايه ديت يا ريت يجي يقابلني علشان اشوف الحكايه ديت، لان المركز ده احنا بنعده انه يبقى الاداء فيه يحصل على مقاييس الجوده في الاداء. طب نتمنى الحقيقه، لان هو الشكوى بتاعته عن والدته اللي توفت داخل المركز، هو عنده قصه اعتقد ممكن حضرتك تسمعها، والحقيقه الفيديو مؤسف جدا، فاتمنى ان ده ما يكونش يعني يعني حال مركز الطبي الطب النفسي بطنطا يعني. طيب بالعكس، المركز ده زي ما قلت لحضرتك مركز متميز، بس هي طبيعه الحالات اللي بتوصل للمركز طيب. ده دايما بتبقى حالات بتبقى طيب. دايما فيها ارجو ان حضرتك بس تشوف الفيديو ده، وهو شكى من دكتور يعني ممكن تراجع الحلقه طبعا بدكتور بالاسم انا لن اكرره مره اخرى، ولكن حضرتك تشوف الفيديو وتسمع اسم الطبيب اللي هو شكى منه، وهننتظر نتيجه التحقيق، وهنتصل بحضرتك يوم السبت قبل الهوا عشان نتاكد من نتيجه التحقيق يا دكتور. طيب بشكرك دكتور امجد عبد الرؤوف عميد طب طنطا، فكرونا يا جماعه نكلم الدكتور مره اخرى. طيب انا بشكر الدكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه، هل عندك اي تعليق يا دكتور؟ لا يعني زي ما ذكر حتى الدكتور خالد، احنا متفقون على ان الشركه تحتاج الى تضافر كل الجهود والا يلقي احد باللوم على الاخر، احنا كلنا بنحاول الاصلاح. بدانا فعليا في تغيير، احنا كان عندنا 435 مستشفى، بدأنا في تطوير وإحلال الكثير وماشيين بخطة وبرنامج زمني، بنطالب بزيادة الميزانية وبيحصل استجابة إلى حد كبير، لكن في نفس الوقت ما زلنا نحتاج إلى انضباط صارم في التعامل مع المرضى وفي سلوكيات الفريق الطبي، والفريق الطبي مش الأطباء، الفريق الطبي يبدأ بكل العاملين في الفريق الصحي. بشكرك دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة. يعني الحقيقة إنه الإدارة الإدارة الإدارة، إحنا عندنا مشكلة إدارة، إحنا لا بنعرف ندير البلد ولا بنعرف ندير مستشفى ولا بنعرف ندير مدرسة ولا الإدارة، الإدارة الحكومية فاشلة يعني، ده قولا واحدا. وبالتالي لابد من حالة من الانضباط العنيف، هذا الانضباط يجب أن يكون بالقانون الصارم، قانون طبعا الخدمة المدنية اللي هيصدر اللي هو تقديرين سيئين ويتفصل. لكن ان انا اروح مستشفى الاقي نص الدكاتره مش موجودين وكل الممرضات مش موجودين، الناس كلها بتروح الحكومه تشتغل تاخد مرتب الحكومه وتروح تشتغل في حته تانيه، ده جزء اللي هو فكره ان انا مصر على مكاني في الحكومه لكن اروح اشتغل في حته تانيه. على الجانب الاخر الناس اللي بتشتغل، هو احنا ليه ما بننظفش المستشفى؟ هو احنا ليه ما بنقومش بدورنا الطبيعي؟ ليه المكان مش نظيف؟ ليه احنا كل مكان مش نظيف ليه؟ يعني ده محتاج يعني محتاج انضباط، انضباط مش بس من وزير الصحه، انضباط من مدير المستشفى. هو فين مدير معقوله اخلي قطه بالمنظر ده؟ معقوله في حمار يبقى في مستشفى؟ مستشفى طميه في الفيوم طبقا للي قايلاه الصوره في الصفحه، حمار جوه المستشفى؟ يا جماعه ده دي مستشفى. انا الحقيقه وقتي خلص لهذه الفقره، ادي الحمار اهو، معقوله يا جماعه حمار جوه المستشفى؟ يعني حتى لو على باب المستشفى ممكن يكون مثلا ماشي جايب المريض، مريض كان راكب الحمار وجه، طب حمار جوه المستشفى يعني صعب شويه، صعب صعب. هو الحمار دخل المطار وبالتالي دخل المستشفى، انا مش عارفه هتفتح له كل الابواب الحمار. الحقيقه معايا اتصالات هاتفيه كثيره جدا، الصحه في مصر محتاجه عنايه اكتر من الدوله، احنا لو عالجنا الناس، احنا لو اهتمينا بعلاج الناس، ودي حاجات على فكره محتاجه انضباط، لو بصينا على الموازنه احنا ممكن بهذه الموازنه ان احنا نقدر نظبط بس الامور، ما يبقاش في اهدار مال عام، ما يبقاش في دكاتره بياخدوا مرتبات ويروحوا يشتغلوا في حته ثانيه، ممرضات ياخدوا مرتبات ويروحوا يشتغلوا في حته ثانيه، خليك بقى في الحته الثانيه مالك ومال الحكومه، خلينا نعين الشباب الصغيرين اللي محتاجين شغل. لا لازم نخرج فاصل. بشكركم على هذه الفقرة ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نبدأ موضوع الزواج الثاني للأقباط والزواج المدني. فاصل ونرجع.